مساء الخير يا كابتن ميدو. معانا كابتن ميدو مصلحي والمدير الفني لكره الطايره للرجال بالنادي الاهلي. كابتن ميدو دايما بنكون سعداء وانت معانا بصراحه. ربنا يخليك كابتن خالد. صفقه مهمه وصفقه قويه انتقلت الى النادي الاهلي وهو كابتن ابو السعود امام. انا قلبي معاه بصراحه يا ميدو على الوجود الابطال او النجوم في النادي الاهلي. قلت له ايه يا كابتن ميدو؟ والله اول حاجه قلتها له المنافسه شرسه جدا في مركز اربعه بالذات، بتضم عديد من النجوم في النادي الاهلي على راسهم منعم سعيد وعبد العال وروح وهو وفي شباب كمان طالع صاعد زي الصافي وزي الحسيني. مركز الحمد لله مليان نجوم، بس هو ابو السعود يعني الواحد كان عينه عليه من زمان من فتره يعني، لكن ان شاء القدر يعني ان هو يروح نادي الزمالك وتالق فيه طبعا، لعب كويس قوي. ولاول ما خلص عقده الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نضم للنادي الاهلي. طيب اضافه قويه ان شاء الله باذن الله، انا بتمنى له اكيد التوفيق، واكيد فريق الطايره بالنسبه لنا فريق احلام الكره الطايره مع كابتن ميدو مصلحي، يعني صانع بطولات النجوم وتاريخ كبير جدا في النادي الاهلي، لاعب ومدير فني. خلينا نخش لبعض الاسئله المهمه اللي محيره ناس كثيره معاك. النادي الاهلي او اتحاد الطايره قرر لعب الدور الاول من غير الدوليين، 8 منتخب مصر وكلهم وانت معاك لعيبه 4 5 في النادي الاهلي، الامور اتوزنت ازاي او ايه الاحداث؟ قول لنا يا كابتن ميدو. والله انا رحت القرعه يعني ومش فوجئت، هو كان في فعلا الدوري هيبدا يوم 11 بدون اللعيبه الدوليه بدون احتساب النتائج بتاعتنا، يعني احنا متاهلين كده كده. تمام. فانا طبعا اعترضت لان تقريبا زي ما انت قلت في 8 في المنتخب وكمان عيب وصاب، يعني انا هلعب من غير 9 من قوام النادي الاهلي طبعا. كتير جدا كتير جدا جدا العدد دوت. فطبعا انا اعترضت في الاجتماع، لكن رئيس الاتحاد او الاستاد المدير التنفيذي النادي الاهلي صمم طبعا ان احنا النادي الاهلي يلعب بحيث ان نتائجنا مش محسوبه، لكن انا مضطر ان انا العب طبعا، وان شاء الله هعتمد على المجموعه اللي موجوده او المجموعه التشكيل اللي موجوده بعد ما يجوا حتى من كاس العالم، لان هم عندهم بطوله عالم زي الصافي والحسيني ومرجان وحماده وعمر ياسر وعمر اكرم، يعني في مجموعه كده ان شاء الله هستعين بيها بجوار طبعا نجوم الفريق عبد اللطيف ومحمود رؤوف وابو سعود طبعا هيكون متواجد طبعا، فان شاء الله ربنا يسهل كده، ومحمد رمضان ومحمد معوض، فان شاء الله يعني الدور الاولاني ده نعديه، هحاول بقدر المستطاع طبعا ان احنا، انا عارف طبعا الجمهور عاوز السلسله بتاعت اللاعبين ما تتكسرش، فان شاء الله ربنا يسهل ونقدر نعمل ماتشات كويسه، واحب الجمهور يعني ان شاء الله كده كده احنا متصاعدين يعني. ان شاء الله باذن الله احنا اكيد واثقين في كابتن ميدو مصلحي وواثقين في لعيبتنا جامد جدا، اذا كانوا ناشئين او شباب يقدروا يعدوا الموضوع، لكن هقف عند بدون نتائج. يعني ايه كلمه بدون نتائج؟ النهارده انت تلعب كام ماتش في الدور الاولاني وهيعدي ازاي من غير نتائج، والفرق الثانيه هتقول ايه؟ يعني انا النهارده لعبت النادي الاهلي مثلا وكسبته، النهارده ليا ماتش ليا 2 بونت ليا 3 بونت، يعني ازاي هنلعب من غير نتائج؟ معلش يا كابتن ميدو عايز يعني نوضح الامور. هو الدوري اتقسم 4 مجموعات كويس، كل مجموعه 6 فرق كويس 24. اللعيبه اللي في المنتخب اي نادي في لعيب في المنتخب النتائج بتاعته مش هتتحسب، يعني هيلعب من غير ما تحسب نتائج، هو كده كده صاعد، هياخدوا اول 3 من كل مجموعه يلعبوا، هيبقوا 12 فرقه يلعبوا بيهم دوري رايح جاي. تمام. فاي حد في لعيب عنده في المنتخب ان شاء الله واحد بس النتائج بتاعته مش محسوبه، يعني كده يعني حتى لو اتغلب او كسب خسر نتائجه مش محسوبه، حتى ولا للفرقه الثانيه المنافسه. طب هل ده يا كابتن ميدو بصراحه شديده، هل ده بيضيف للمسابقه حاجه؟ انا شايف من وجهه نظري ان انا النهارده بلعب بدون هدف في المباراه، لان اكسب او اخسر بيبقى المباراه بلا طعم بصراحه. هو الاتحاد يعني وجهه نظره او كابتن احمد عبد الحليم وجهه نظره ان الدوري الموسم السنه دي موسم استثنائي، لان المنتخب عنده ارتباطات كتير جدا، خصوصا ان هي في تصفيات الاولمبياد طوكيو 2020 دي مهمه جدا بالنسبه للمنتخب، تصفياتها في شهر واحد، فالراجل الاجنبي عايز اللعيبه قبلها بشهر، هو عايز يبدا الدوري بدري وفي نفس الوقت يخلصه يوم 30/4 واللعيبه بحيث ان اللعيبه تاخد راحتها قبل التجمعات المنتخب ان شاء الله. كويس. طيب بس هو دي وجهه نظر الاتحاد، دي وجهه نظر بالنسبه لي، جايز تكون حاجه سلبيه، لكن اتحاد الطايره طبعا اتحاد يحترم جدا وله وجهه النظر، لكن خليها في الناحيه الايجابيه، وهي لعب ناشئين وشباب النادي الاهلي في بطوله 8 ماتشات او 5 6 ماتشات، اكيد دي اضافه كويسه جدا ليهم وخبرات تتراكم للاعبين.
والله يمكن هي دي حاجه ايجابيه جدا. الولاد دول هياخدوا ثقه شديده جدا، هم يلعبوا وسط فرق طبعا الدوري يعني فرق اللي هي تعتبر برضو مش قليله، بتروجيت الطيران هيوفريس الشمس، الفرق دي برضو فرق محترمه. فرق الولاد دول هياخدوا خبره، اعتبر خبره محليه كويسه جدا. يمكن هي فعلا دي الحاجه الايجابيه الواحد يعني مستبشر خير بيها ان شاء الله، ان الولاد دول يظهروا بمظهر شرف ان شاء الله. اعتقد فرصه جيده جدا للي هيأدي وهيبان هيكون متواجد معاك في المرحله الجايه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. خلينا نسالك برضو سؤال مهم، هنبدا امتى او الفرقه هتبدا امتى؟ 8 منتخب مصر وهنبدا لفتره الاعداد باذن الله امتى؟ والله 8 بس، هو 8 منتخب مصر وفي الاولاد بتوع الشباب برضو عندهم بطوله عالم في البحرين وفي ناس عندها بطوله عالم في تونس، فانا هبدا باللي موجود حوالي 4 أو 5 تمام. ان شاء الله يوم 16/7 ان شاء الله الموسم الجديد هيبدا لينا وعلى مهلنا يعني، قدامنا حوالي 2 ونص لغايه لما الدوري يبدا وانا يعني هي هتبقى تقيله قوي ان انت تبدا بخمسه بس، لكن طبعا. ان شاء الله ان شاء الله في هنجمع هنلمهم بس يعني ان شاء الله نحاول نعلي اللياقه البدنيه كده في الاول وواحده واحده ان شاء الله الاولاد بتوع الشباب يتضموا علينا وان شاء الله نعمل ماتشات. عايزك بقى تتمرن معاهم كابتن ميدو عشان تنزل الدوري اللي هو الدور الاولاني ده، يا ريت والله الله يبارك. انا عارف هتقدر ما شاء الله عليك بصراحه ميدو، تقدر تلعب لغايه دلوقتي وربنا يكرمك بجد، امنياتنا طيبه لفريق الاحلام في النادي الاهلي لكره الطايره بقياده حضرتك، وباذن الله تكونوا دايما عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي. شكرا يا كابتن ميدو. ربنا يكرمك ان شاء الله. شكرا يا كابتن.